السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو خاص بتصحيح أسئلة الفهم المتعلقة بالفصل الأول من رواية كونديد. الأسئلة ها هما اللي بغى يجاوب عليهم ممكن يوقف الفيديو ويحاول يجاوب. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الرواية، أسفل الفيديو كاين رابط فيه ملف خاص بالفصل الأول. نبدأ بالسؤال الأول. Où se situe le château du baron au début de l'histoire؟ ملي نشوفو كلمة أو نعرفو أن المطلوب هو مكان. معنى السؤال أين تقع قلعة البارون في بداية القصة؟ لو شاتو معناها قلعة أو قصر. كلمة أو ديبي عقلو عليها، كاين أو ديبي تعني في بداية، أو ميليو تعني في منتصف، على فان تعني في نهاية. هاد الكلمات كيتكررو في الأسئلة ديال الفهم. نمشيو للفصل الأول ونبداو نقراو. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le Baron de Tondertontronck, غتبان لينا كلمة Westphalie. وحنا كنعرفو من خلال الفيديو السابق أن Westphalie هي مقاطعة بدولة ألمانيا وفيها كيتواجد قصر البارون. يعني الإجابة بمنتهى البساطة هي Westphalie. كنكتبو رقم السؤال وحده الإجابة مباشرة باش ما نرتكبوش أخطاء إملائية. اللي يعرف يعبر ممكن يعبر. نمشي للسؤال الثاني. Par quel adjectif le narrateur qualifie-t-il l'esprit de Candide؟ adjectif معناها صفة، qualifie معناها وصف، يعني اش من صفة او بأي صفة وصف le narrateur هو الراوي. l'esprit هو التفكير، تفكير كونديد. بأي صفة وصف الراوي تفكير كونديد؟ حنا حتى إلى ما فهمناش الكلمات غنحاولوا أننا من خلال النص نستنتجوا الإجابة. كاينين تلاميذ داروا هالطريقة واستنتجوا الجواب وكان الإجابة كانت الإجابة صحيحة رغم أنهم ما فهموش السؤال. نمشيو للنص. غتبان لينا Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. الإجابة بمنتهى البساطة أو الوصف اللي وصفه اللي هو الإجابة كلمة سامبل. غنكتبو رقم السؤال ونكتبو حداه الإجابة سامبل. نمشيو للسؤال الثالث. كي سوغي لا مير دو كانديد؟ ملي نشوفو كلمة كي نعرفو أننا كنبحثو على شخصية. معنى السؤال من تكون والدة كانديد؟ هذا السؤال كيتطرح بعدة طرق، منها كي لا مير دو كانديد؟ أو de qui Candide serait-il le fils naturel؟ أو de qui Candide serait-il le fils illégitime؟ illégitime معناها غير شرعي، ابن غير شرعي. الإجابة ديال هاد الأسئلة كاملة واحدة واللي هي غنمشيو للنص غتبان لنا هاد الجملة. qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron. الجواب هو la sœur du Baron. نكتبو رقم السؤال ونكتبو la sœur du baron. نمشيو للسؤال الرابع. Pourquoi la mère de Candide aurait-elle refusé d'épouser le père de son enfant؟ ملي نشوفو كلمة pourquoi نعرفو أننا كنقلبو على سبب. المعنى ديال السؤال لماذا كانت والدة كانديد ترفض الزواج من والد طفلها؟ غنمشيو للنص. غتبان لينا واحد الجملة ne voulut jamais épouser parce qu'il parce que هي الجواب ديال pourquoi parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers. ممكن الإجابة تكون رقم السؤال وحده parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers، وممكن تكتبو il n'était عفوا pas noble. نمشيو للسؤال الخامس. كيل اج افي كينيغوند؟ كم عمر كينيغوند؟ غنلقاو في الفقرة الثالثة في الفصل الأول واحد الجملة اللي هي سافي كينيغوند اجي دو 17 عام. الجواب رقم السؤال 17 عام بمنتهى البساطة. سؤال سادس. Combien d'enfants avait le baron؟
ملي نشوفو كلمة كومبيان نعرفو أن الإجابة عبارة عن عدد. معنى السؤال كم عدد أبناء البارون؟ غنمشيو للنص غتبان لينا سافي كينيغوند أجي دو 17 أون إلى آخر الجملة. لو فيس دي بارون هادوك اللي درتهم باللون الزهري. الناس اللي قراو اللي سمعوا التلخيص غيعرفوا ان البارون عنده جوج ابناء من غير ما يقراو الروايه او من غير ما يرجعوا للنص اللي هما لو فيس دي بارون ما عارفينش سميتو وكينيغوند. غنكتبوا في الاجابه رقم السؤال اون في اي ان غارسون او لا رقم السؤال دو انفون او لا رقم السؤال دو فقط. ثلاثه الاجابات يعتبروا اجابات صحيحه. السؤال السابع Quelle était la fonction de Pangloss dans le château؟ ما هي وظيفة بانغلوس في القصر؟ La fonction معناها وظيفة. غنمشيو للنص غتبان لينا Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Le précepteur معناها المدرس. كاين بعض الكلمات كيكون معناها صعيب غتلقاو ترجمة لهاد الكلمات في ملف أسفل الفيديو. الإجابة غتكون سابعا وحدها بريسيبتور. الناس اللي جاوبوا بانسينيون ايضا صحيحه. السؤال الثامن كونسيني بونغلوس ماذا كان يدرس بونغلوس؟ انسيني هي يدرس. غنمشيو للنص لقول الاجابه واضحه بونغلوس انسيني لا ميتافيزيكو تيولوجو كوسمولونيغولوجي. غنكتبوا رقم السؤال وحدها الاجابه. سؤال تاسع بوركوا كانديديتيل شاسي دو شاتو؟ ملي نقراو كلمة بوركوا نعرفو أننا كنقلبو على سبب. لماذا تم طرد كانديد من القلعة؟ نمشيو للنص غتبان لنا هاد الفقرة اللي باللون أصفر لو جون أون بيزا حتى لآخر الفقرة شاسا كانديد دو شاتو أغران كو دو بي. هنا كاين الجواب. الجواب ممكن نكتبو Pour un baiser donné à sa cousine Cunégonde. ممكن أيضا نكتبو pour avoir embrassé Cunégonde. مهم رقم السؤال وأي عبارة كتعني هذا الجواب. نمشيو للسؤال العاشر. Qu'était-il arrivé à Cunégonde lorsque son père chassa Candide؟ ماذا حدث لكينيغوند عندما طرد والدها كانديد؟ نمشيو للنص غتبان لينا شاسا كانديد دو شاتو ا غران كو دو بي دون لو ديرير كينيغوند سيفانوي. بمنتهى البساطه غنكتبو السؤال العاشر يعني رقم السؤال ال سيفانوي. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.